اليوم غادي نعطيك واحد السر باش تكون ناجح في حياتك من قبل. تابونا اي لايك. بزاف ديال الرجال كيتفارقوا مع العيالات اللي تزوجوا حيت كيقول لك لا لا انا ما بقاتش والماني حيت تبدلات. خليني نقول لك واحد القضيه، مراتك ما تبدلاتش، انت اللي بدلتيها. النهار اللي قررتي تزوج مرتك قررتي تزوج بها علاش؟ حيت كنتي سعيد معاها، حيت كنتي كتبغيها، حيت كانت كتبغيك، حيت كنتي كدير شي حوايج ليها، كانت كدير لك شي حوايج، كنتي كتجاوب معاها وكتجاوب معاك، وكتحترم الاحتياجات ديالها وكتحترم الاحتياجات ديالك. اشنو اللي كيوقع اللي كنقولوا حنايا مع الدوام؟ بوتيتر كتولي ما كتحترمش الاحتياجات ديالها، بوتيتر داك المصيبه ديال الطليه ديال التليفون ما كتطلقوش، نهار كتدخل من الخدمه ما كتشوفكش نهار كامل، كتطلب منك شويه ديال الوقت السيد ما مساليش. بوتيتر كو داك الابتجاست الزوينين اللي كنتي كدير معاها، تخرجها دير لها خاطرها، تشري لها الورد، تدي لها ساعه ساعه دي كادو، ملي كتوجد لك تايا شي شهيوه، بوتيتر هذوك لي جيست ما بقاوش. اولا بوتيتر ملي كيكون قلبها طايب كتبغيك غير تسنط ليها، غير تخوي عليك قلبها، انت ما مساليش. هادشي هو اللي كيخلي المراه كتبدل. خليني نقول لك واحد القضيه، المراه صباره كتبقى تقبط على قلبها المره الاولى والثانيه والثالثه وما كتعلمكش، ولكن بحدك انت كتعامل معاها بحال هكاك وكيوقع واحد الحاجه في قلبها. نهار على نهار الحب اللي عندها بجهتك كيقلال كيقلال كيقلال، نو سولمون ما كتبقاش تعبر راسها وتحترم راسها وتبغي راسها، مع كامل الاسف ما كيبقاش عندها الجهد حتى باش تبغيك انت. تزوجتي بمراتك حيت كانت عندكم وصفه اللي هي خدمات مزيان، اللي هي من جهتك كدير شي مجهودات ومن جهتها كدير شي مجهودات. الا مرتك كتقول لك اودي راني كنحس براسي وحدانيه، هذاك سي ان وارنينغ، هذاك سي الرايه الحمراء تصنت ليها. الا كتقول لك مرتك اودي راه ما بقيتش كنشوفك، اعتقدي بوجهك راه جالس معايا وما قالش، سي ان وارنينغ، رايه حمراء تصنت ليها. الا قالت لك اودي مرتك راه وليت شتي انا، شتي انا راه هذاك الطابلو انا بحال بحال، راه كيجيب لي الله ما كديها فيا ما والو، بحال كنت ما كنتش في هاد الدار بحال بحال، هذاك حتى هو سي ان وارنينغ. ومراتك ما غتعطيكش حياتها كلها دي وارنينغ، غيوصل لواحد الوقت اللي غادي تعيا وغادي تبدل، ومني غادي تبدل ديك الساعات انت غادي تلقى عذر تقول لها واش شتي ما بقيتيش كما كنتي، اللهم الفراق. لا سيدي، الا التعامل ديالك ما بدلتيش مع المدام ديالك، خليني نقول لك راه غادي تبدل المدامات على طول، غتبدل غير السميه، حيت كلكو سوا المراه اللي غتزوج بها وتعاملتي معها على طول بحال هاد السيده حتى هي غادي تبدل. دوك اللي خاصو يتبدل ويحاول على العلاقه الزوجيه هو نتايا، واللي ايفيدامون صالح للرجال، وهاد الهضره كتطبق حتى هي على العيالات، باش ما تقولوش ليا كنجي من الرجال وما كنجيش من العيالات. كانت معاكم ناهد رشاد اللي كتخليكم تزيدوا القدام، هذا هو، الله يحفظكم.